مهما تتالت وصول
ارنو الى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة قمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ونواصل المسير نحو غاية الامم، ونكون حقا خير امة بين الامم. سوف نبقى هنا الموضوع نتاع علاش؟ شكون يتكلم؟ على حوادث الطريق. على حوادث الطريق. طيب. عندكم فقرة. يا سي عماد بربي مرحبا بيك، باش ناخذوا منك على الأقل حتى 3 دقائق. مرحبا بيك، تعال وحدنا جيس مباشرة بعد هذاك. هاي أنت. حوادث الطريق أو حوادث السير أو حوادث المرورية هي حوادث التي تحدث في الطريق عند اصطدام سيارة بأخرى أو بإنسان أو حيوان أو اصطدامها في منشأ أو أشياء أخرى، وينتج عن هذه حوادث خسائر مادية وإصابات بشرية وقتلى. الأسباب متعددة وكثيرة، من بينها السرعة العالية عند القيادة وتخطي الإشارات الحمراء، عدم الالتزام بقواعد المرورية، الاستنفار بالهاتف أثناء القيادة، السرعة المفرطة ويزيد الأمر سوءا، عدم ربط حزام الأمان. شكرا، شكرا وتحية لأبناء مدرسة دفاش.